كاين واحد الحاجه في علم النفس كتقول كل ما بغيتي واحد لا بيرسون بزاف او كل ما تعلقتي بديك لا بيرسون بزاف او كل ما بغيتي بواحد الطريقه اللي بزاف كل ما وليتي عنيف بزاف معه، يعني وليتي اكثر حساسيه معه، يعني غيقول شي حاجه انت غتاخذها بواحد الحساسيه اكثر وغتولي انت داك ردت الفعل ديالك غتولي شويه اغريسيف، خصوصا الرجال اكثر من العيالات في هذه القضيه هذه. فالراجل فاش كيبغي يضرب بصح حيت حنا غندوي بالمنظور ديال الرجال، الراجل فاش كيبغي المراه ديالو بزاف كيولي كيغار عليها بواحد الطريقه بزاف، وكيولي باغي يتحكم بزاف، وكيولي باغي كونترولها بزاف، وكيولي ولكن نتوما خاصكم تفهموا شنو هو هذا الكونترول، شنو هو التحكم. التحكم بالعينين او في العينين ديال الراجل هو ان بحال باباك اللي كيكون معاك، نقدو نمثلو داك الحب اللي كنقولك الحب اللي كيكون بيغ، الحب اللي كيكون صادق، داك لامور اللي كيكون فريمون من القلب. الاب مع بنته كيخاف عليها، كيخرج معاها، كي بزاف ديال الحوايج الا دارت شي حاجه كيدور فيها، كيقولها ما تخرجيش عندك تعطلي، كيخاف عليها مثلا من شي واحد بحال هكا الدري او الرجل فاش كيبغي المراه ديالو ولا خطيبته ولا كذا، كيولي بحال الحب ديال الاب من جهه البنت ديالو، هو كيولي كيخاف عليها، كيولي اغريسيف معاها، ملي كتقول لي شي هضره ما هياش ولا ملي ما كتسمعش لي الهضره كيولي عنيف معاها بزاف. وهاد القضيه كتختلف من راجل لراجل، كاين الراجل اللي كيخبي دوك المشاعر ديالو لداخل وما كيبينش، هذا كيكون كيرد لراسو، هذا واحد البروبليم اللي خايب، يعني هو راه باغي يخرج لها، باغي يقول لها انه داكشي اللي دارته مثلا ما عجبوش، وهي كتقول انه مادام هو ما هضرش معايا فدونك راه صافي راه 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 ما هو راه باغي يقول لك، ولكن هو كيرد راسو كيمرض، حيت هو كيبغيك مثلا يشوفك درتي واحد الحاجه ما عجباتوش، مثلا دويتي مع شي واحد، سلمتي على شي واحد، خرجتي مع شي واحد دين، ولا خرجتي مع شي صحاباتك، ودوك صحاباتك عارفهم هو ما صالحيش ليك، ويقولك في الاول كيلوح لك الهضره لا ما تخرجيش معاهم، كتخرجي معاهم انت، ولا كتقولي انت كديري العكس، كتمشي كيقول لك مثلا فلانه ما تهضريش مع الدراري، كتمشي كتهضري ديري الضد، هو مع الوقت ما بقاش يهضر معاك كيرد. كاين واحد النوع اخر اللي كيكون ما كيردش، اللي كاينه كيخرجها، اللي كاينه كيقول لك شوفي فلانه، كيبدا يغوت عليك وكذا. فاللي بغيت نقول لكم ان فاش كتعرفي شي واحد الا بغيتي الا بغيتي تعرفي واش كيبغيك بصح وكيموت عليك وباغيك وهذا، راه خصو يكون قبيح معاك، بعض المرات خصو يكون عنيف معاك، يعني خصو يغوت عليك، هذا هو انه كيبغيك، كيبغيك بصح. اما واحد اللي ما كيبغيكش، باش نجيكم نيشان، واحد اللي ما كيبغيكش ولا واحد اللي ما مسوقش ليك ولا واحد اصلا ما مزككش، راه ما غيقول لك والو، وانت سيري ديري اللي بغيتي، انت سيري خرجي ديري هادي ديري هادي. ودابا المشكل هو انك تجي شي وحده كتقول لك واه ولا توكسيك بزاف، وهو في الغواس بزاف، وهو ما كيخلينيش، راه الا بغيتي واحد يبغيك راه هذا هو الراجل اللي كيبغي، الا الا كان كما هضرت لكم هذاك النوع اللي كيرد، وداك اللي كيرد راه مشكله، اللي كيرد راسو لداخل هو ما باغيش يخسرك، ولكن راه هو كيمرض داخليا، وانت اللي كنتي كتبغي نورمالمون خصك تحسي به، يعني هو مثلا هو ما باغيش يبريسيك ولكن حسي به، ديري داكشي يعني فهميه، يعني هو كيقول لك مثلا فلانه ما كيوصل عليك بواحد الطريقه، وانت هو ضريف معاك، يعني ما باغيش يغوت عليك، هو كيرد باش انه انت ما تحسيش بداك، خصك تراعي ليه، ولكن كاين شي بنات الله يهديهم ما كيراعيوش لهذا الشيء، كيراعيوش لشي واحد انه كيبغي بصح. داك الشيء علاش اللي بغيت نوصل لكم، ان فاش الانسان كيبغي بصح كيولي عنيف.